شوفوا مع بعض ازاي اكلنا هيكون اكل صحي. كاتب على باب التلاجة، على باب المطبخ، يوم الحد من كل اسبوع الشيف المغازي بنخش المطبخ، بنفتح ببال التلاجة، ادراج التلاجة من نفس الماتيريال وفي نفس المكونات، الشيف هيحول لنا الاكلة بتاعتنا لاكلة صحية بنسبة تعدي 85-90%. دي نعمة الحمد لله. تعالوا شوفوا مع بعض هنعمل ازاي اقراص الخضار المشوية او كفتة الخضار المشوية، الطريقة اللي تحبوها، ولكن خلونا على طريقة الشيف المغازي، مقاديرها لا تتعدى اصابع اليد العشرة، ولكن القيمة الغذائية تعلو قمة الهرم الغذائي. معانا رز مصري مسلوق مسبقا من اكلة ملوخية سابقا، معانا جزر مبشور، كوسة مبشورة، بطاطس مبشورة، بياض بيض مع صفار، معانا بقدونس، كرفس، بصل وتوم، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه بابريكا، وللتحمير او للشوي معلقتين زيت زيتون. تعالوا شوفوا هنعملها ازاي بتكنيك عالي من الخبره الطهويه. معانا البصل والثوم، ونقف على النار نعمل تركايه حلوه. انا من هوات ومن عشاق البصله تكون مستويه لو انا بعملها في الكفته، ما بحبش البصله نيه خالص. حلو الكلام. فتعالوا نسوي البصلايه دي كده الشكل ده كده، والبصلايه بتستوي عشان ارحم عينيا من الدموع، ربنا يكفينا شر دموع الحزن. هنحط شويه بهارات حلوين. ايه البهارات بتاعتنا يا عم الشيف؟ شويه بابريكا حلوين كده، الكركم مفيد للجهاز الهضمي، يخلص الكبد من الدهون وينشط الكبد، فلفل اسود. حلو الكلام. وشويه الملح التمام، ومعانا شويه كزبره ناشفين. ونمسك البصلايه دي ندلعها. انا مش هحط زبده بقى المره دي، احنا متفقين ان الشيف بيحط زبده عشان يحمر البصلايه، انا هنا بشوح البصلايه بزيت زيتون لان انا بعمل اكل صحي. شفتوا بقى الفرق ايه؟ اهو البصلايه هنا خدت لون ايت زي الفل بالشكل ده كده. معانا توم، درنيات يعني توم يعني بصل يعني جنزبيل يعني جزر، الكرنب، اي زرعه او اي ثمره جذورها بتمشي في الارض وتغوص في الارض فهي من الدرنيات، معروفه زي البطاطس، الحاجات دي كلها، دي كلها مفيده خلي بالكم، فما فيش منها مشكله خالص، خاصه البصل والثوم والجنزبيل. فانا كترت الثوم هنا مع البصل، خد الطعم بالشكل ده كده، بقلبهم. وتعالوا مع بعض نشوف التركيبه اللي عاملها دي اللطيفه الجميله، ازاي نعمل اقراص الكفته المشويه وليس المقليه. حلو قوي. اول حاجه معانا الرز المصري، باخده كده على البصلايه شويه. الله، دول طالعين من التلاجه للامانه، فانا هحطهم فينا في البصلايه، اعيد هيكلتهم كده مع البصلايه والثوم. ده ما يزعلش. حلو. ده رز مصري. معلقتين ثلاث معالي من ايدك الحلوه، يبقى انا ضمنت ان الاسره او الاولاد لما ياكلوا من الاكله دي او جوزي هيستفيد بالكربوهيدرات والنشويات اللي موجوده في الرز. هناخد الخلطه اللطيفه دي بتوابلها بلونها الحلو اللي مد على لون ذهبي، ونحطها هنا في قلب الايه الصينيه دي. حلو قوي. تسلم ايدك يا عم الشيف. حلو قوي. لغايه كده احنا فاهمين الشيف شغال ازاي. هنخلي الطاسه دي بعيد عن ايدينا ونرجع تاني، ناخد الشكل الجميل الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده كده. اذا كان من البطاطس المبشورة، جزر مبشور، كوسة مبشورة، جزر مبشور، بطاطس مبشورة من قلب التلاجة، درج المطبخ هتسحبيه دلوقتي هتلاقي فيه ما لذ وطاب، في حاجات كتيرة قوي انت ناسيها. حلو الكلام. والله بكلمكم الجد الجد، يعني كلنا نفس الشخص. هنفتح باب التلاجة، جايبة كوسة، كنت عاملة محشي كوسة وعندك شوية كوسة باقيين،
عندك جزر، كنت عاملة شوربة جزر للأولاد، عندك شوية جزر باقيين، كل ده يا عم الشيف موجود. عندنا الخضرة بقدونس، سنة شبت صغيرة من الحرامي ده، أنا بسميه الحرامي لأنه بيسرق الطعم، كترت منه بتلاقيه هو سيد الموقف. عندنا شوية كرفس حلوين، الكرفس اللطيف ده أنا بحبه دايما في أطباق الكفتة، في أطباق الشوربة، مفيد جدا، بس أهم حاجة نستفيد بيه صح. بناخدهم زي ما هما كده ونقطعهم ايه ناعم كده. كرفس قوي، شخصيته قوية، من ضمن الخضار إذا كان بقدونس ولا كزبرة ولا شبت، عشان كده بيسموه ملك الشوربة. الطواجن سي فود، مين؟ عم الكرفس. هناخد الخضرة اللطيفة دي كده ونحطها هنا. أصبح إن المحتوى ده فيه كل العناصر الغذائية. معانا من البيض شوية دول، تلات بيضات، بيضتين مفيش مشكلة. نظبط التوابل بتاعتنا، حطينا ملح، حطينا ملح، نحط شوية ملح كمان عشان الخضرة اللطيفة دي كده. ومعايا من الفلفلة الحلوة معلقة. حلو، ونقلب كل الخليط ده يا عم الشيف واحنا مع بعض كده. مخرجنا الجميل، فرسان التلفزيون المصري، لوحة فنية تتميز بكل العناصر الغذائية، فيها كل حاجة، حتى البروتين الحيواني موجود فيها. ايه هو؟ البيض، نشويات موجودة فيها، بطاطس، من نعم ربنا علينا ان النشويات بتاعة البطاطس بتمتص السموم اللي موجودة في الجسم. بطاطس آمنة، لا نشويتها ولا حمرتها، زي ما هي مبشورة. احنا اتفقنا مع بعض بنعمل الأكلة بنسبة 80-90% بعناصرها، بمكوناتها، بمضمونها، بمعطياتها، قيمة غذائية عالية جدا وصحية. تعالي قولي لي كده ايه اللي هنا ممكن يأذينا، بعيد عن الأذية يا رب. الخلطة دي قلبها كده كويس زي ما انا شغال كده دلوقتي. الله، حلو قوي. التوم الني بقى هنا له موقف غير المستوي، بيعلي الطعم. حلو الكلام. عصرة ليمون، مع معلقة دقيق، ونقلب الخليط ده كده بإيدينا، ده مهم جدا عشان نعمل خلطة لطيفة. والخلطة دي معانا طاسة شديدة الحرارة هنا على النار تسخن معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملها لولادك بقى النهاردة، مش لازم فراخ كل يوم ولا لازم لحمة كل يوم، خلطة لطيفة وجميلة اهيت. تاخدي زي ما هي كده، على فكرة ممكن تحطي بدل الدقيق رقائق الذرة او الكورن فليكس اللي الاولاد بيحبوه عادي، او شوفان حسب ما انت حابه. هناخد الخلطة دي يا عم الشيف ونقف هنا مع بعض زي الفل، ونبدأ نشتغل مع بعض ونحمر. التحمير هيتم ازاي؟ بواسطة زيت زيتون كده زي الفل، وناخد الخلطة دي كده. شفت بقى الشكل والجمال والمحتوى هنا لطيف وجميل ازاي؟ اهي، ونحطها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ كده. ايه المطلوب من النار؟ ان دي تستوي. يفضل هنا طبعا ان احنا ما نحطهاش في نار شديدة. والله يا شيف حلو، كبار السن يحبوها طبعا. علل ولماذا؟ سريعة المضغ، سريعة الهضم. الأطفال يحبوها؟ طبعا، سريعة المضغ، سريعة الهضم، سهلة الاستخدام. بنعمل أكل هيلسي صحي طبعا. أهو تفاصيل صغيرة، ولكن مع الأكل الصحي طعم تاني وشكل تاني. زي ما أنا شغال كده. فيها البروتين، فيها، ولكن الله الله عليك يا شيف مغازة، لما تيجي طالع مرة واحدة كده وقلت له ولكن، انت بقى عايزة تجودي؟ مش عايزاها أكلة صحية بنسبة 90%-80%؟ عندك هوت دوج قطعيه وحطيه في قلبيها،
عندك شويه لحمه مفرومه قطعيهم وحطهم في قلبيها متعصجه، لحمه تكون مستويه. عندك صدور فراخ مستويه، اهلا وسهلا برضو دي بتاعتك. مش هنخسر حاجه. نعم والله انت بعت تبوظ الميزانيه. عايزه تحطي جمبري حطي، تزعليش، شويه جمبري لحم في قلبيها يا سلام، سمك فيليه في قلبيها يا سلام. زي ما انا شغال كده، ودي واحده اخيره، الف هنا وشفا. الله، نفس المكونات كلها مع بعضها كده يا عم الشيف. يفضل هنا درجه حراره الفرن تكون قويه، يفضل هنا كمان النار بتاعتي اللي انا حاطط فيها الطاسه قويه. بفتح الفرن بتاعي وارفع الشبكه بتاعته وامن كده عليها زي الفل، لان هي خدت الصدمه الناريه في طاسه شديده الحراره على النار. عمليه التسويه دي عمليه فنيه، خلوا بالكم برضو ان انا احط الصينيه فين ومكانها فين في الفرن، ده موضوع مهم جدا، اهم حاجه. هناخد الصينيه زي ما هي كده بتفاصيلها. ايوه ممكن على فكره تضيف اضافات تانيه بعد ما تستوي، تحط جبنه من الشرايح بتاعتنا اللي احنا عارفينها على الوش كده زي البرجر، تبقى لطيفه وجميله. هندخلها الفرن تتحمر بالشكل ده كده. نظره الوداع مخرجنا، اقراص الكفته متعدده الفوائد الغذائيه والقيمه الغذائيه وفيها عناصر كتيره، عملناها بتركايه بسيطه حطيناها في الفرن بتستوي. ايه رايك اطلعها ولا ايه؟ ولا نخليها؟ يلا بينا. الله، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. الله حلوه يا عم الشيف. الله، خلي العصير كده نشتغل فيه بعدين بعد ما نغرف الكفته الحلوه دي. ليك حريه الاختيار، تقدر انك انت تعمليها بالجبنه في شرايح الجبنه اللي بتتحط على البرجر دي، اهلا وسهلا. احنا حطينا الفراخ في الفرن، يا رب التايم بتاعنا اللي باقي نقدر ان احنا نسويها ونشوفها مع بعض. تعالوا مع بعض نغرف الفراخ الحلوه، نغرف الكفته الجميله دي كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. مهم جدا وانت بتغرفيها الحاجات دي سخنه، فلازم كمان تاخدي حرصك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده. يلا بينا. هو ده كل حاجه فيها، بروتين هتلاقي، نشويات هتلاقي، فيتامين سي هتلاقي، كالسيوم هتلاقي، معادن هتلاقي، كل حاجه. ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. طبعا التفاصيل استاذن فريق العمل الجميل، نشوف مقادير الاكله اللطيفه دي كده تطلع تاني على الشاشة، عشان كل أم بتتابعنا دلوقتي ممكن تعملها لحماتها جاية تزورها، كل أم بتتابعنا دلوقتي ممكن تعملها لأولادها. موفرة، اقتصادية، سهلة، بسيطة، فيها كل العناصر الغذائية اللي ممكن يحتاج لها الجسم. إيه الحلاوة وإيه الجمال ده. بشكر حبايبي، اللهم صل على النبي. أهي تمام، حلوة. أنا بصراحة يعني لو حطينا عليها شوية جبنة تبقى لطيفة وجميلة، يعني ممكن نحط جبنة موزاريلا، نحط شرايح من الجبنة، اختياري. ممكن تحط النص والنص زي ما أنت عايزة، نصها بالجبنة ونصها من غير جبنة. دي عايزة تومية تتقدم معاها، أو مايونيز ماشي، أو كاتشب ماشي، حسب الرغبة. حلقتنا النهاردة بساطة، سهولة، مرونة، قدرنا نخترق المطبخ الصحي بتكلفة بسيطة وسهلة، زي ما بيقول الشيف دايما ثلاثة تعريفة. قدرنا نعمل أقراص الخضار المشوية في الفرن فيها كل العناصر الغذائية، عملنا العصير بتاعنا بطريقة بسيطة وسهلة زي المطاعم أو زي الكافيهات، عملنا فراخ كريسبي لطيفة جميلة صحية، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج. يوم الحد من كل أسبوع موعدنا ولقائنا مع أكل صحي، يعني رؤية وفن وإبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.